علي حيد من الباب حيد من الباب باش ما يدخلش الباب حيد الباب امين امين ديكلاراسيون خويا الحمد لله المقابلة ما كانت سهلة الحمد لله عرفنا كيفاش نجيريو الماتش والماتش ديال لالي عاوننا بزاف الحمد لله واخا اليوم ما كناش في الفورما ديالنا الحمد لله عرفنا كيفاش نخليو الماتش ما نخسروش ونتأهلوا للفينال ديال تشامبيونز ليغ وان شاء الله نحققوه. واش تقدر تقول الجماهير الودادية بالمباراة النهائية؟ ان شاء الله مزيد من التشجيع بحال ديما وكيف ما كتكبروا بينا ان شاء الله كنوعدكم بالله غنحققوا ان شاء الله داكو. تفضل الاهلي ولا الصيف في الفينال؟ اللي جا بسم الله. والحمد لله كيف ما كيعرف الجميع هو انه باش توصل للفينال ديال تشامبيونز ليغ ماشي سهل. الحمد لله هادشي كنا خادمين عليه من اول السنه وكنا حاطين اوبجيكتيف ديالنا اننا نوصلوا فينا ان شاء الله ان شاء الله لما لا ان شاء الله نفوزوا بهذا اللقب ونفرحوا الجماهير ديالنا اللي كتجي تساندنا بقوه وهي اللي الحمد لله هي اللي كدير بزاف ديال المجهود وكيكونوا حافز ديالنا باش نكونوا مزيانين في داخل الملعب والحمد لله راه ربي ما كيخيبناش وديما الانتصارات الحمد لله ملي كيكون الجماهير ديالنا. صلاح كيفاش جاك التيفو ديال جمهور الوداد؟ واه هادشي ما غريبش على جمهور ديال الوداد دائما كتبدع في التيران دونك هادشي ما غريبش ديما الابداعات ديما جايبه حاجه زوينه وحاجه كتفرح الجماهير كتعطينا حافز باش ندخلوا الملعب ونكونوا مزيانين. صلاح هو شي واحد جمهور الوداديه بهدف خلاص ضد النهايه ضد الاهلي. تفضل الاهلي ولا تستعد الاهلي؟ كيف ما غاديش نقول لك هدف الا كان جا الا اش نقول لك الا جا ان شاء الله علاش لا ونتمناو لما لا ان شاء الله وكيف ما كيقول الكوتش وكيف ما كيقول الجميع اللي كيدخل راه كيقضي الغرض هادشي اللي كاين. اول حاجه كنبغي نشكر الجماهير على الدعم ديالهم وكما كتشوف المقابله ما كانت سهله كانت مقابله صعيبه سورتو كربحنا في الديار ديالهم وكنا عارفين كو هذا الماتش هذا يكون ماتش صعيب بزاف سورتو ذهنيا راه كتعرف باللي ملي كتكون رابح في الديار كيكون الواحد شويه ديال كل واحد بحال اللي فرحان باللي راه تكاليفا وهذا الشيء هو اللي خلانا شويه ما كناش مركزين 100% الحمد لله ربي وفقنا باش دنا الفينال الحمد لله. الفينال غتلعب في مدينه الدار البيضاء واش هذا حافز ولا ضغط؟ اول حاجه حنا ملي تيكون معنا جمهور تيكون حافز بزاف وبيان سور غادي ناخذوا هاد الكونكوت لعب فينال في كازا دونك راه سي ان تروك اكسيبسيونيل مع الجمهور ديالك الحمد لله وكنوعدهم ان شاء الله باش نحدوا اللقب ان شاء الله. C'était pas facile, ce qui est important, on est passé en finale. Et on doit profiter de ce jour parce que ça ne vient pas chaque jour. Ouais. Et après, se concentrer pour la finale parce qu'on a aussi, je crois, deux matchs avant la finale. Ouais. On est là. Après, on va voir. Ouais. On attend la coupe ici à Gaza. Inch'Allah. Thank you.
الحمد لله حققنا المبتغى ديالنا ثلاث سنة الحمد لله ووصلنا النهائي وهذا الشيء ماشي يعنيش اننا وصلنا النهائي صافي نحبسوا نهبطوا يدينا ان شاء الله غادي نموتوا حتى لاخر دقيقه ان شاء الله باش نحققوا اللقب لفريق الوداد ان شاء الله. اش نبغي تقول جمهور الوداد لا يوصف تنبغيو نشكروه وتنبغيو نقولوا ليه الحمد لله فيما مشينا كنلقاوه معنا تنبغيو نشكروه اللي ديما مساندنا لا في السراء لا في الضراء وان شاء الله نحققوا ليه كاع الارقام الممكنه ان شاء الله هذه السنه. تعليق عادي اي ملعب حنا كنا مجدين ليه ما عندناش المشكل الحمد لله باش تلعب بجانب الجماهير ديالك غتكون مسانده ليك وان شاء الله نحقوا لهم اللقب ان شاء الله. ديما كتلعب ماتش لي روتور بنت بتروليوم دارت ان غران ماتش صراحه في حرب الوزداد ملي جاوا ما خاصين والو والحمد لله درنا اللي كان خصنا نديرو اللي كيامنا هي لا كاليفيكاسيون الوداد هي في فينال هادشي اللي كيامنا هادشي اللي كيامنا سورتو مع الجمهور ديالنا اليوم بغيت نشجع اللعابه اليوم بانت العيا ديال السيمانه اللي فاتت بانت شويه ديال الضغط حق تقاتلوا ما تلقوش واخا ماركاو بروميير ميتون رجعنا التعادل ودوزيام ميتون درنا الخدمه دين غراند ايكيب اللي باغي الريزلتا يبقى هيدا والحمد لله بغيت نقول برافو الصراحه الوداد لي ديريجون لي تاقوا في هاد الجروب الجمهور بيان سور قلتها لك ديما الجمهور هو الاول واللاعبه سورتو اللاعبه ما تنساوش واحد بحال داري بحال حسن السوني بحال جبران عطيت الله عملود لعبوا يمكن شي 40 ماتشات هاد العام مع المنتخب وهادي جات الاخر العام مع رمضان وما ما كيتلقوش برافو عليهم هاك دابا غنرتاحوا وغنفكروا في البطوله سي وليد لي شونس ديال الوداد بوغ امبورتي لو تيتر 50-50 واش نتوما الوالد ها فينال هنا في الدار البيضاء الحمد لله الوالد شنو تبغي تقول للجمهور الوداد الجمهور قلت لكم بلا ما نهضر الجمهور كبير غنعاودها ديما انتما كتشوفوا هذا الجمهور الجمهور كبير اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.